أولا أحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مانتا كنت هلكا كان وحان غفر الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي وكدغ خير خلق الله انت وابوريك هو خير كبرنا وإلهي شرفي وفضلي إن أقصى لنا أنك ودتر أموتنا نبي محبدي عليه الصلاة والسلام ما دام أي واجب تاي وإلهي واجب نوغدك إن شاء الله نعمتي نرسل مرسيي وإيمانك أيضا نعم الله سيسي الدنيا القوي إلهي سبحانه وتعالى يا رحم دينينا نعم الله مرهد إلهي سبحانه وتعالى أويري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والإلهي وحوك صلينا إياه رسولك كركيسة ملائكتي سينا وكس لنا يان يا أدنكنا كس لي سلاما شرفت كوين حيتاي انت سيان أمرك قادنا إن إلهي سبحانه وتعالى نفري أمداح ذهب إنه قال هي ظلمة العلم انت سيكو كساف سنين وحي يتسلق النبي قال يا مانتيس وأجيب إنا إلهي رسول كيسا أنك أمرك إلهي قادنا إنا أيا لمانتي قصلنا إنا اللهم صل وسلم وبارك عليه لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك يا حبيب الله إله وسلم النبي جاي أجيب ده أنا أجيبنا نقول أنا دم بيجي أنا نرداف إله ذنوبك أنا نرداف إله نحريس هذا نقول من إله عمني استقرار نصيح إله جدوى عكس النصيح إله صومالي مالي جوغا من نصري يا نبت قريه يا نعمة مسيح إله دولة الصومالية أيد إله دولة الصومالية أيد إله الطريق المستقيم كان قدوسي إله ضمانت الطريق المستقيم كان قدوسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.